إذا كان العمل الذي يجب عليك القيام به يتضمن عملاً يدوياً وكيف ستقوم بفعله؟ توقف وفكر، هل تحتاج فعلاً لتحريكه؟ أم أن هناك طريقة أخرى للقيام بالعمل؟ إن كان يجب تحريكه، هل يمكنك القيام بهذا بمفردك؟ وإن لم يكن بمقدورك ذلك، هل تريد شخصاً آخر لمساعدتك؟ أم تحتاج لمساعدة ميكانيكية مثل عربة نقل أو عربة رفع أو رافعة؟ فكر جيداً بكل هذا، وإذا كانت لديك شكوك، اسأل. احرص على أن يفهم زملاء العمل القرارات التي اتخذتها حيال ذلك. وإذا قررت أنك قادر على تحريكه بأمان، وما زالت هناك أمور يجب تفحصها قبل أن تبدأ. أولاً، تفحص وجود حواف حادة في الحمل، أو أي خصائص أخرى قد تعرضك أو الآخرين للأذى. قبل أن تحركه، تجول في المسار الذي تنوي السير معه فيه، وتفحص وجود عوائق أو مخاطر أخرى. عندما تتأكد أن الطريق آمن، تأكد أن هناك مساحة خالية حيث تنوي وضع الحمل. بينما أنت تقوم بذلك، فكر بمدى الرؤية والطقس وأي عمل يتم القيام به على مقربة، وأي شيء آخر قد يؤثر على المحيط الذي تقوم بنقل الحمل فيه. عندما تكون مستعداً للبدء، قف بالقرب من الحمل مع فتح قدميك على مستوى كتفيك، وبينما تنحني أبقي ظهرك مستقيماً وارفع مستخدماً ساقيك. امسكه بإحكام وابقي الحمل قريباً من جسدك بينما تقوم برفعه. حاول ألا تلوي أو تمد ظهرك بينما تقوم بحمله. لا تستعجل، ركز على توازنك. خذ خطوات قصيرة، وعندما يحين الوقت لإنزاله أبقي ظهرك مستقيماً كالسابق واثني ساقيك. كن حذراً ألا تعلق أصابعك تحت الحمل. هل أنت مستعد؟